التحليلية من الميادين. الوكالة اليهودية تعلن أن 250,000 يهودي حول العالم يستعدون للهجرة إلى فلسطين المحتلة. بعد أكثر من 70 سنة على قيام إسرائيل، عقدة الفناء الديمغرافي لا تزال تقض مضاجع الإسرائيليين. حاكم ولاية جورجيا الأمريكية يعلن حالة الطوارئ ويستدعي الحرس الوطني لضبط العنف المسلح المتصاعد. حاكم جورجيا يستجيب لترامب بإثارة الأزمات الداخلية ذات الطابع العنصري، فهل تخرج أحداث أتلانتا عن سيطرة السلطات؟ موقع ديلي بيست يكشف نشر مواقع يمينية أمريكية مقالات لكتاب وهميين تمجد الإمارات وتهاجم إيران وتذم قطر وتركيا. اهتمام مواقع خليجية وإسرائيلية بنشر المقالات يؤشر إلى تواطؤ تل أبيب وإلى استغلال دول الخليج للإعلام الأمريكي في إطار صراعاتها الإقليمية. وفي قضية اليوم، المحققة الأممية أنياس كالامار تؤكد أن اغتيال الفريق سليماني مخالف للقوانين الدولية وتدعو إلى مساءلة الفاعلين. ما هو دور الشهيد سليماني في الاستراتيجية الإيرانية وكيف تجرأت كالامار على نشر تقرير ينصفه رغم السطوة الأمريكية على المنظمات الدولية؟ إعلان الوكالة اليهودية أنها تستعد لاستقبال 250,000 مهاجر إلى إسرائيل طرح تساؤلات حول قدرة إسرائيل على استيعاب هؤلاء وتأمين متطلباتهم، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها نتيجة انعكاسات فيروس كورونا عليها. التقرير لمنال اسماعيل. في ذروة أزمة سياسية وصحية وحتى اقتصادية تعيشها إسرائيل، قدر رئيس الوكالة اليهودية إسحاق هيرتسوغ وصول نحو 250,000 مهاجر إلى إسرائيل في السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، وذلك على خلفية تأثر الجاليات اليهودية بشدة بجائحة كورونا وما نتج عنها من أضرار اجتماعية واقتصادية، فضلا عن زيادة ما وصفه بموجة معاداة السامية. وبحسب معطيات الوكالة اليهودية، فقد طرأ ارتفاع حاد على طلبات الهجرة إلى إسرائيل هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ولا سيما في أوساط يهود فرنسا. هناك ارتفاع مدهش بلغ 400% في عدد ملفات الهجرة الجديدة من فرنسا في شهر أيار مايو الأخير مقارنة بالعام الماضي، وهناك ارتفاع بنسبة 23% في عدد ملفات الهجرة الجديدة من أمريكا الجنوبية. في المقابل، دعت الجمعيات اليهودية المعنية بالهجرة الكنيست إلى رصد ميزانيات أكبر للتعامل مع موجة الهجرة المتوقعة واستيعاب المهاجرين الجدد. يجب أن نتأكد من أن موجة الهجرة هذه لن تفشل وأن الأشخاص سيأتون وسينجحون في اجتياز عقبة البيروقراطية، وإذا لم ننجح في الاستيعاب في المدى القصير فقد يخلق ذلك تأثيرا سلبيا يؤدي إلى فقدان مهاجرين محتملين. تقديرات الوكالة اليهودية بارتفاع نسب المهتمين بالهجرة إلى إسرائيل ولا سيما على خلفية انتشار فيروس كورونا تأتي على وقع تقديرات مسؤولين وخبراء بأن إسرائيل فقدت السيطرة على كورونا. واستطلاع للرأي يشير إلى أن 60% من الإسرائيليين ولا سيما في أوساط الشباب وأصحاب المداخيل المرتفعة قلقون على مستقبلهم الاقتصادي، ما يطرح تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لموجة الهجرة الجديدة. محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام، بداية الترجمة الحرفية السياسية الديموغرافية لهذا الكلام. أولا، تقارير وأرقام الوكالة اليهودية كاذبة، غالبا ما كانت كاذبة منذ قبل 48 وحتى الآن، منذ أن كان بن غوريون رئيسها وحتى اليوم هي أرقام سياسية لم تثبت صحتها. تسيطر إسرائيل على هذه الأرقام، تنفرد بها، تضخمها، وحين نسمع أنه ارتفع النسبة من 10% ل 400%، يعني قد يكون 10 عائلات من فرنسا أرادت الرحيل والآن أصبحت 40، لكن من يسمع الرقم يعتقد أن ملايين في الطريق. أريد أن أقول بأنه خزان الهجرة الصهيونية لفلسطين قد نضب
منذ ما بعد هجرة يهود الاتحاد السوفيتي. في الثمانينيات تم تهجير فلاشيمورا 130 ألف، 92 علا تم تهجير 2.5 مليون منهم، نحو مليون مسيحي لكن متزوج نصف عائلة يهودي. بعد ذلك حاولت إسرائيل في البرازيل، فشلت. حاولت في الهند، رفض المجتمع الإسرائيلي إدخال الهنود لأنهم سيدمرون ثقافة وهوية إسرائيل. ثم حاولوا تجميع طبعا 2.5 مليون. طيب، لكن اليوم قد يكون هناك يعني تغيرات، منها الأسباب اللي طرحتها إسرائيل وهي كورونا وتزايد كراهية ومعاداة للسامية وظروف متغيرة بالعالم، وبالتالي ممكن هذا السيناريو. فلنفترض أنه حصل، ما ترجمته على الأرض بكل نواحي؟ يهود فرنسا الذين يدعون كرافت هم يهود الجزائر الذين تعاونوا مع الاحتلال الفرنسي وطردوا من هناك، وهم متعصبون متطرفون ايديولوجيون كارهون للعرب وكارهون لاي دين اخر. اثنين، اسرائيل طالما تهدد بيهود فرنسا، جاءوا عشرات الالاف وسكنوا في عسقلان ولديهم مشاكل تاقلم لا مجال الان للتوسع فيها، فعلا مشكله تاقلم حقيقيه معهم. هناك تنافس بين اليهود الروس واليهود الالمان واليهود الاشكنازيين والسفارديين. اردت ان اقول بانه كلما تشعر اسرائيل بالخطر من ايران، من حزب الله، من الفلسطينيين، تنشر موضوع تهجير المزيد من اليهود الى فلسطين. صدقيني علا، لم يعد لديهم هذا الخزان ليهددوا به التاريخ لصالح العرب اصحاب الارض. محمد كريم مراسل الميادين معنا من واشنطن. اليوم الامريكي هو عراب صفقه القرن، حتى الاسرائيلي يستغل فتره ترامب حتى قبل ذهابه لتنفيذ كل بنود صفقه القرن. اليوم دوره في كل ما يجري وتحديدا هذه الخطوه. نعم علا، يبدو أن الولايات المتحدة حتى اليوم هي يعني ليست من أولوياتها تحمل إثارة أزمة جديدة، خصوصا في ظل أزمة كورونا المتفشية في الولايات المتحدة والأزمات الداخلية الراهنة وأيضا الصراع الدولي المتصاعد مع الصين. ولكن هنالك من يرى داخل الولايات المتحدة أن هذه النقطة ربما تكون جزء من إطار الضغط النفسي والسياسي لإنقاذ وتمديد صلاحيات نتنياهو، وأيضا هنالك من يرى أنها قد تكون لعبة من ألاعيب نتنياهو نفسه، وبالتالي هي جزء من مناورة سياسية إنجاز التعبير للضغط على مراكز القوى داخل الولايات المتحدة بسبب ذلك لإثارة مزيد من محاولات الموافقة أو الإسراع بالموافقة الأمريكية على قرار الضم الذي لم تحصل عليه إسرائيل حتى الساعة من الولايات المتحدة. علا، أعود إليك ناصر بشكل سريع، كيف لهذه الخطوة أن تصب مباشرة في موضوع إلغاء حق العودة، في موضوع الضم، في موضوع صفقة القرن، الهدف الأكبر؟ الكابوس الأكبر الذي يؤرق مضجع إسرائيل هو حق العودة. التلاعب بالأرقام، لذلك ترامب قال نصف مليون مهاجر فلسطيني بدل 7 مليون، وهذا مرفوض جملة وتفصيلة. إذا الصهاينة حين يسمعون فلسطين يقول سأعود إلى يافا، سأعود إلى حيفا، إلى عسقلان، ينشف الدم في عروقهم. أعتقد أن الفلسطينيين تجاوزوا هذا الأمر. حق العودة حق شخصي وحق عام، وبالتالي حتى لو تنازلت كل القيادات الفلسطينية عن حق العودة يبقى حق شخصي، وهذا سيبقى هو مسمار في نعش الصهيونية كمشروع استعماري. حق العودة، حق العودة، لأنهم بيستفزوا من هذه الكلمة، حق العودة. تطورات خطرة قد تنذر بالأسوأ في الولايات المتحدة، ولا سيما مع إعلان حاكم ولاية جورجيا حالة الطوارئ واستدعاء عناصر الحرس الوطني. حسين السيد. ألف عنصر من قوات الحرس الوطني الأمريكي إلى ولاية جورجيا بعد إعلان حاكمها برايان كامب حالة طوارئ في الولاية، واتهام المجرمين باختطاف الاحتجاجات السلمية بأجندة خطيرة ومدمرة. فالخطر بدا واضحا مع ازدياد أعمال الشغب واتساع رقعتها في الولاية،
ما دفع كامب لإصدار بيان يؤكد فيه أن فرض حالة طوارئ سيسمح لحرس الولاية بحماية ممتلكات الدولة بما فيها مبنى الكابيتول في ولاية جورجيا ومقر إدارة السلامة العامة، إضافة إلى قصر الحاكم وزيادة الدوريات ولا سيما في مدينة أتلانتا. سقوط 5 قتلى وإصابة 30 آخرين من جراء إطلاق النار في الولاية، إضافة لأسابيع من الجرائم العنيفة المتزايدة بشكل كبير وتدمير الممتلكات في أتلانتا، كل ذلك أدى بنظر كامب إلى انعدام حالة القانون، ما يستدعي وقف هذه الحالة واستعادة النظام في عاصمة الولاية. لكن ذلك يطرح تساؤلات حول صحة ما ينسب للمتظاهرين من تخريب وقتل فيما قد يعتبره البعض شيطنة لهذه التظاهرات. فتوقيت هذا الإعلان يشير إلى مدى خطورة الوضع في الولايات المتحدة عموما وفي ولاية جورجيا خصوصا، وإمكانية اتخاذ هذه الاحتجاجات منحا تصاعديا قد يؤدي لتفلت السلاح، في مشهد يعيد إلى الذاكرة ما شهده عدد من الولايات من إقبال على شراء الأسلحة أو سرقتها. هذا فيما كان أول المحرضين على حمل السلاح هو الرئيس ترامب عندما امتدح يمينيين تظاهروا مدججين بالسلاح، إضافة إلى تهديده المتواصل بنشر قوات الحرس الوطني لقمع المتظاهرين. محمد كريم، حقيقة ما يجري على الأرض ولماذا تحولت الأمور لاستدعاء الحرس، وهل هي حقا حال طوارئ؟ نعم علا، هذا القرار هو ليس بالجديد. أولا حاكم ولاية جورجيا من هذا القرار هو جسد حالة الرعب إنجاز التعبير التي أثارها الرئيس ترامب خصوصا في الآونة الأخيرة وفي خطابيه اللذين أدلى بهما خلال عطلة عيد الاستقلال واحتفالات عيد الاستقلال التي جرت في ولاية ساوث داكوتا وأيضا في العاصمة واشنطن. وبالتالي جورجيا علا هي مليئة بالتماثيل التي ترمز والتي تعيد إلى الأذهان فترة العبودية والعنصرية داخل الولايات المتحدة. لكن المتناقض مع هذا القرار هو أنه تزامن مع قرارات لولايات أخرى علا، مثل ولاية نيو هامشير التي قررت حاكمتها إلغاء مصطلح المزارع الكبرى أو المعروفة باللغة الإنجليزية بلانتيشن من أدبيات الولاية، وهذا الرمز أو هذا المصطلح كان يرمز لفترات العبودية. أيضا لدينا ولاية ميسيسيبي التي أزالت علم الانفصاليين الجنوبيين. إذن بالتالي هذا القرار علا يجسد حالة الصراع داخل المجتمع الأمريكي، لكن السؤال هل سيمر دون رد؟ بالتأكيد سيولد هذا القرار احتجاجات وحركات متجددة داخل هذه الولاية، خصوصا لهذا القرار العسكري بامتياز كما يصفه المحتجون علا. محمد فرج، محلل الميادين للشؤون السياسية معنا من عمان، يعني هذا التمويه وهذا الإيحاء لحرف مسار هذه التظاهرات وتصويرها على أن الشغب تستدعي حال طوارئ انطلاقا منها، كل هذا نحن أمام أي مشهد أمريكي؟ يعني أعتقد علا بأن ما يجري داخل الولايات المتحدة الأمريكية هو ارتداد طبيعي للحالة التي تعيشها هذه الإمبراطورية التي يمكن وصفها بأنها تعيش مرحلة هبوط. ثمت ملفات، ثمت أزمة مركبة تعيشها إدارة ترامب على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. على المستوى الخارجي فشلت هذه الإدارة في إدارة ملفات حساسة مثل الملف النووي الإيراني، فشلت في إدارة الملف الأزمة السورية، فشلت في إدارة منظومة النهب الأمريكي. عمليا منظومة النهب الأمريكي لباقي دول العالم في تراجع إلا في استثناء خاص وهو دول الخليج، وهذا ينعكس بشكل أو بآخر على الاقتصاد الداخلي. ثمت إشكاليات كبيرة جدا داخل الاقتصاد داخليا في الولايات المتحدة الأمريكية. منظومة الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية في أسوأ حالاتها في الولايات المتحدة، وهذا يدفع بعدد كبير من المجموعات إلى الانتفاض. في سياق آخر على المستوى الداخلي أيضا، الارتكاز على منظومة الواسب العنصرية الوايت أنجلو ساكسونيان بروتستانت في مواجهة اللاتينيوس والأفارقة وما إلى ذلك مستمرة. إذن الأزمة الداخلية والأزمة الخارجية متشابكة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، انفجرت جميعها في وجه إدارة ترامب. وأعتقد
أنه يفضل أي مناسبة لكي يلجأ إلى شكل من أشكال الحكم المركزي الدكتاتوري بشكل أو بآخر، وهو بحاجة إلى نسخة أمريكية معينة من الأحكام العرفية داخل البلاد. هو لا يستطيع إدارة هذه الملفات إذا استمرت الإشكاليات الداخلية والخارجية مطروحة على الطاولة بشكل مبعثر على هذه الشاكلة. أعود إليك محمد كريم، اليوم أن يكون حاكم الولاية جمهوري، أن يتم استدعاء الحرس إلى أتلانتا، ما الدلالات خاصة أنه أتلانتا غالبيتها من الأمريكيين الأفارقة، هل هناك ما يخطط لأتلانتا تحديدا أو أكثر؟ بالفعل علا، يعني اليوم هي محاولة، هذا القرار يمثل رسالة طمأنة إنجاز التعبير لقاعدة العنصرية للرئيس ترامب من حاكم الولاية الجمهوري كما تفضلت بالفعل. وبالتالي هنالك يمكن أن يكون لهذا القرار صدى داخل هذه القاعدة التي بدأت حماستها أو منسوب الحماسة لديها بالنزول في الآونة الأخيرة بسبب الأزمات التي تعاني منها الولايات المتحدة من وباء كورونا إلى التداعيات الاقتصادية، وأيضا تفشي وباء كورونا خصوصا بولاية فلوريدا علا، وهي الولاية التي من المفترض أن تستضيف المؤتمر البديل للحزب الجمهوري الذي سيعلن من خلاله ترشيح الرئيس ترامب كمنافس للانتخابات الرئاسية المقبلة. وبالتالي يحاول الحاكم الولاية من خلال هذا القرار انعاش مسألة السيطرة العسكرية للرئيس وعبر أدواته من خلال الحكام الجمهوريين، وأيضا إثارة مزيد من الاضطرابات الاجتماعية داخل المجتمع الأمريكي للتغطية على هذه الأزمات التي باتت تهدد الولايات المتحدة وتهدد أيضا حظوظ الرئيس الأمريكي في الانتخابات المقبلة في نوفمبر علا. نعم. كشف موقع ديلي بيست الإخباري الأمريكي عن شبكة من 19 شخصية زائفة كتبت نحو 90 مقالا نشرت في كبريات الصحف الأمريكية والغربية والإسرائيلية تثني على الإمارات وتحرض ضد إيران وتركيا وقطر. نتابع. ليست الأخبار الزائفة وحدها ما يستدعي الحذر، الصحفيون المزيفون أيضا. من هذا التحذير انطلق موقع ديلي بيست الإخباري الأمريكي بتحقيقه الاستقصائي، والنتيجة خطيرة. شبكة تضم أكثر من 19 شخصية وهمية نشرت العشرات من مقالات الرأي في وسائل أعلام أمريكية وغربية وإسرائيلية وسعودية وفي صحف آسيوية. بسجلات كاذبة وصور مسروقة خرج هؤلاء المزيفون يثنون في مقالاتهم على الإمارات ويحارضون على قطر وتركيا وإيران في إطار بروباغندا واحدة وخطوط تحريرية ثابتة، مثل المطالبة بفرض المزيد من العقوبات على طهران في مقابل مديح للإمارات العربية المتحدة وإشادة بمرونتها في التعامل مع فيروس كورونا وعلاقاتها الدبلوماسية القوية مع الاتحاد الأوروبي. قد لا يلحظ المراقب الخارجي الصلة بين المواقع، لكن البحث في قاعدة البيانات يظهر أن اثنين منها مثلا هما The Arab Eye وPerjanau يتشاركان حساب جوجل أناليتكس نفسه ويستخدمان عنوان بروتوكول الإنترنت نفسه ويرتبطان بسلسلة التشفير ذاتها، وكحال المساهمين فيهما يبدو الموقعان مزيفين. رافائيل باداني كاتب الرأي في نيوز ماكس وواشنطن إكزامينر وغيرهما الذي استند إليه العديد من وسائل الأعلام للحصول على معلومات حول حاجة العراق للتخلص من النفوذ الإيراني وحول أهمية دبي كواحة استقرار في منطقة متوترة، يعرف عن نفسه بأنه مستشار في مجال المخاطر الجيوسياسية ومحلل كبير في العلاقات الدولية. اتضح أن باداني شخصية وهمية ضمن شبكة من الكتاب الوهميين. محمد فرج، بعيدا عمن يتم مهاجمته أو مدحه أو ذمه، أن تلجأ دولة كالولايات المتحدة الأمريكية إلى هكذا خطوة، ماذا يعني في النموذج الأمريكي؟ يعني بداية كوننا نتحدث عن النموذج الأمريكي، دعينا علا نستدعي هنري كيسنجر الذي يقول أن هنالك ملفات لا تحتمل الانتظار،
وبرأيي أن الملف الذي لا يحتمل الانتظار في حالتنا هذه هي المشروع الكبير الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بشقها اليمين المتطرف أيضا وكدولة والمشروع الإسرائيلي الإماراتي السعودي. هذا المشروع المرتبط بصفقة القرن والتطبيع ومحاولة فتح المنطقة العربية على الكيان الصهيوني بحاجة إلى زخم إعلامي كبير جدا ومكثف. وبالتالي برأيي أن هذه الجهات لجأت إلى أسلوب جديد من الأسماء الوهمية وما إلى ذلك كي تدفع هذا الزخم لخدمة هذا المشروع. طب ما هناك السياسي. كتاب حقيقيين، يعني لماذا وهميين؟ هل هذا دليل أنه لا يوجد كتاب من النخبة توافق على هذه السياسة؟ أنا برأيي أنها مجرد لعبة إعلامية في سياق خلق هذا الزخم الإعلامي الذي أتحدث عنه. والأسباب المحتملة لذلك هي التالي: أولا، أنت أحيانا العلا تحتاجين إلى مساحة طويلة من الوقت لكي نؤسس مؤسسة إعلامية كبيرة وفيها كم هائل من الكوادر. يمكن اختصار هذه المهمات أحيانا في مجموعة مركزة من عدد محدود من الأشخاص ويقومون بتأدية هذه المهمة، والمهمة الرئيسية هي إحالة البيانات الرسمية السياسية إلى في ثوب مقالات سياسية. أعتقد أن هذه هي المهمة المطلوبة، والمطلوب زخم إعلامي كبير يخدم المهمة السياسية الكبيرة التي تلاقي رفض جدا كبير. نحن نعرف كم هو حجم الرد الشعبي، الرفض الشعبي ورفض محاور دولية معينة لمشروع صفقة القرن ولمشروع التطبيع والانفتاح الكامل والانغماس الكامل الذي تخوضه الإمارات والسعودية في الانفتاح على الكيان الإسرائيلي. بمعنى هم بحاجة إلى هذا الزخم الإعلامي الكبير لخدمة هذا الهدف السياسي، وبدعم من المال الخليجي والتكنولوجيا الإسرائيلية. التكنولوجيا الإسرائيلية متمكنة من إدارة هذه الحسابات الوهمية، والمال الخليجي يقوم بدعم هذه الكوادر العاملة على هذه المهمة. على كل حال، ليست فقط إسرائيل تدير هذا الموضوع، إنما أيضا كان لها اهتمام بهذه المقالات تماما كدول الخليج. ناصر اللحام، إسرائيل لماذا تهتم بمقالات وهمية؟ هذا أولا. وهل اهتمت فقط بالمقالات اللي فيها تحريض على إيران أم لا؟ كان عندها اهتمام بكل المقالات بمن تذم أيضا قطر وتركيا، واهتمت أيضا بالمقالات التي تمدح الإمارات؟ ردا على سؤال لماذا، لأنها الشيطان الأصغر، لأنه دورها الوظيفي في المنطقة هو فرق تسد والإيقاع بين الإخوة والأشقاء والجيران. اثنين، مصلحتها الآن من أجل كسر الفلسطينيين التقارب مع دول الخليج، لكن لو وافقت إيران الآن أن تصادق إسرائيل سوف تسعى إسرائيل لتجعل دول الخليج تسوية مع التراب. في النهاية مصلحتها هي، ليس لها حليف وليس لها شريك ولا تقبل شريك ولا تقبل حليف. دورها الوظيفي يتطلب ذلك. حتى داخليا علا، فيما يتعلق بالصحافة، كانت الصحافة الإسرائيلية كلها ضد نتنياهو. أقام صحيفة إسرائيل هايوم توزع مجانا بمليارات الدولارات، تدعم لكسر الصحافة الإسرائيلية. في النهاية هذا دور وظيفي للاستعمار، دور وظيفي للصهيونية ولإسرائيل تقوم به. وأعتقد بأنه هذا لا يصنع تاريخ، إنما يخلط الأوراق. إسرائيل تحاول أن، وعلى فكرة كل الدول التي ساعدتها، الدول والأنظمة الرجعية سقطت، يعني لا تضمن البقاء ولا تضمن الثبات إسرائيل، وإنما يتخلط الأوراق إلى حين تبتز هذه الدول وتأخذ منهم ما تريد. محمد فرج، أعود إليك. يعني قد نفهم كتاب أو أي خطوة لمهاجمة إيران، لكن لماذا مهاجمة تركيا وقطر؟ أيضا قد نفهم أي شيء لمهاجمة إيران، لكن لماذا مدح الإمارات؟ يعني لماذا مهاجمة تركيا وقطر؟ أنا أعتقد هنالك سببين رئيسيين. السبب الأول بأن المشروع الإخواني بان المشروع العربي سقط، وهذا المشروع لم يعد يهم الدوائر الرئيسية في مراكز اتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إسرائيل. بمعنى مهاجمة هذا المحور الداعم للمشروع الإخواني لم يعد بمسألة ذات شأن داخل مراكز صنع القرار. أما الجانب الآخر والمهم، ولا بد هنا من التمييز، بأن تركيا وقطر لا توضع في نفس الكفة التي توضع فيها إيران. بمعنى أن تركيا ما زال فيها قواعد للناتو، وهي على تبادل تجاري كبير مع إسرائيل، وقطر فيها قاعدة العديد للقوات العسكرية الأمريكية. بالتالي السؤال المهم هو لماذا تهاجم هذه الأطراف؟ برأيي أن السبب الرئيسي أن قطر وتركيا لم تذهب إعلاميا إلى الصفة أو إلى الطريق أو إلى الناحية المتطرفة جدا التي اتخذتها السعودية والإمارات. الجناح اليميني الذي يدير هذه المواقع التي تفضلت بها يريد
نسخة طبق الأصل عن النسخة السعودية الإماراتية. قطر وتركيا لا تستطيع أن تتجه إلى ذلك المكان، ولا سيما أن تركيا لها مشروع داخل المنطقة العربية، ولا تستطيع أن تتبنى مشروع إعلامي على هذه العتبة العالية من المواجهة للفلسطينيين ولقضيتهم الرئيسية وللتحالف بشكل واضح وصريح وفاضح مع الكيان الإسرائيلي. مشاهدينا، فاصل قصير ونناقش بعده قضية اليوم. خلص تقرير المحققة الأممية أنياس كالامار حول اغتيال الشهيد قاسم سليماني في العراق إلى أن عملية الاغتيال تنتهك القوانين الدولية، ودعا إلى المساءلة حول عمليات القتل العمد. تقرير كالامار يؤشر على جرأة معدته وتحديها الضغوط التي تمارسها الدول الكبرى ولا سيما الولايات المتحدة على لجان التحقيق الدولية، كما يمثل ورقة قوة في يد طهران في أي ملف قضائي دولي ضد ترامب بشأن عملية اغتيال الفريق سليماني الذي كان في زيارة رسمية إلى العراق ولم يكن يمثل أي خطر على الأمن والمصالح الأمريكية، وهذا ما خلص إليه التقرير بالفعل. إذن قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، قالت أن الهجوم بالطائرة الأمريكية المسيرة الذي أودى بحياة الفريق الشهيد قاسم سليماني وتسعة آخرين في يناير كانون الثاني هو انتهاك للقانون الدولي. فما هي تبعات مثل هذا القرار على الصراع المفتوح بين الولايات المتحدة وإيران؟ غراسيا بيتار. الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. هذا هو فحوى القرار الذي أصدرته أنياس كالامار، صوت العدالة الدولية في رأي كثيرين. هو أول واقعة معروفة تحدثت فيها دولة عن الدفاع عن النفس لتبرير هجوم على ممثل دولة على أراضي دولة ثالثة. هذا ما كتبته كالامار، مشيرة إلى غياب أي تهديد وشيك حقيقي للأرواح على عكس ما زعمت واشنطن، وهذا ما جعل مسار العمل الذي اتخذته الولايات المتحدة بحسب التقرير غير قانوني، ويتوافق في المقابل مع ما أكده عادل عبد المهدي من خلال تأكيده أن الشهيد كان سيلقاه في إطار جهود وساطة مع السعودية، أي أن وجوده لم يشكل أي خطر على أمريكا ومصالحها. كالامار استندت إلى أدلة دامغة وحجج قانونية حاسمة ليأتي تقريرها بهذا الوضوح، ويمكن تخيل حجم الضغوط التي تمارسها الدول الكبرى لعرقلة العمل النزيه للجان التحقيق الدولية. لكن كالامار من أبرز وجوه حقوق الإنسان في العالم. الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير وصفتها بالبطلة الجريئة، وهي التي أصدرت العام الماضي تقريراً يحمل السعودية مسؤولية قتل جمال خاشقجي عمداً وعدته جريمة دولية عابرة للحدود. فكيف ستتلقف أمريكا تقرير كالامار؟ وكيف ستوظفه إيران في إطار صراعها مع الولايات المتحدة؟ وهل ستلجأ إلى القضاء الدولي لمحاكمة الإدارة الأمريكية استناداً إلى تقرير كالامار؟ الثابت أن الأخيرة ستقدم نتائجها إلى مجلس حقوق الإنسان بعد يومين، ومن المفيد هنا ترقب من من الدول الأعضاء سيقدم على مناقشة التحرك الذي يتعين القيام به، مع العلم أن الولايات المتحدة وللمفارقة لم تعد عضواً في هذا المجلس الذي انسحبت منه قبل عامين، واتهمته نيكي هايلي في حينه بأنه مستنقع للتحيزات السياسية ومنظمة منافقة. محلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي، لطالما شكلت كالامار يعني حالة فريدة تشكل دائما صدمة إيجابية طبعا ومفاجئ دائما الخلاصات اللي تتوصل إليها. كيف ذلك؟ لماذا هي عكس التيار؟ كيف يمكن لها أن تكون عكس التيار وإصرارها على إكمال كل مهمتها؟
يعني هي ليست عكس التيار، هي تمثل حقيقة القوانين الدولية التي ترتكز عليها الأمم المتحدة في تعاطيها مع الشأن الدولي. كالمار، هذه ليست المرة الأولى التي تثبت أنها ترتكز بشكل كبير إلى قواعد القوانين والمواثيق الدولية. أيضا إلى جانب كالمار هناك مقررين خاصين أيضا، ما نتحدث عن مايكل لينك على سبيل المثال، مقرر الأمم المتحدة للأراضي المحتلة، وأيضا المقررة الخاصة التي عينت حديثا للآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على سوريا، إيران، فنزويلا وغيرها. كل هؤلاء المقررين هم يعني يتمتعون بهامش واسع من الحركة، مطلوب منهم من قبل، هم يعينون على يعني بين هلالين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان، ومطلوب منهم أن يستكملوا تحقيقاتهم وأن يؤكدوا وأن يعرضوا أمام مجلس حقوق الإنسان نتائج أعمالهم بشكل موثق ومستند إلى القوانين الدولية. يعني المقدمة أنياس كالمار العام الماضي حول جريمة اغتيال خاشقجي كان موثقا بدلائل وبوثائق وبتسجيلات صوتية تثبت وتوصلت إلى نتائج مهمة، يعني أشارت بأصابع الاتهام مباشرة إلى محمد بن سلمان في مسؤوليته عن جريمة الاغتيال. إذن هؤلاء لديهم هامش واسع من الحركة، وعليهم أن يتوصلوا إلى نتائج مهمة وموثقة. وأنياس كالمار في هذه القضية، في قضية اغتيال، وستقف الأمور هنا أم ستستطيع أن تكمل ما بعد يوم الخميس حيث ستقدم تقريرها بشكل سريع؟ لا، بالتأكيد ستكمل، ستقوم بعملها حتى النهاية. وهي طبعا يعني عندما تتحدث اليوم عن مسؤولية الولايات المتحدة أو تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بجريمة الاغتيال وتريد التحقيق بهذا الموضوع، هي لم تكن وليدة الصدفة، هي بدأت تحقيقاتها منذ جريمة الاغتيال مطلع العام الجاري، ولديها حتى الآن بالتأكيد الكثير من الدلائل والبراهين التي تستند إليها أنياس كالمار. محمد فرج، يعني بالنسبة لمهمة كالمار طبعا هي ذاهبة حتى النهاية، لكن ما بعد ذلك هو غير مؤكد، لكن عملها فقط هو مؤكد، لكن المصير غير معروف. طالما أنه الموضوع كذلك، هل هذا يعني أنه المستهدف لا يخشى لهذا التقرير والمستهدف لا يستطيع أن يستفيد منه؟ يعني المهم هنا علا أن نتحدث عن حالة جديدة ربما أثارها هذا التقرير لكالمار. هذا هو المهم برأيي. هي تحدثت بجملة أعتقدها أنها الأهم، وهي أن مجلس الأمن لا يقوم بمهماته وهو دائما يلتزم الصمت، ويلتزم الصمت تحديدا في قضية اغتيال الجنرال قاسم سليماني. باعتقادي تاريخيا بأن إيران ظلمت كثيرا من قبل الهيئات الدولية، في قرار 598 مجلس الأمن ظلمت، في قرار 1737 1747 1803، جميع هذه القرارات التي طالت إيران كانت قرارات ظالمة. المسألة المهمة في مسألة كالمار هي إعادة الاعتبار للهيئات الدولية ولطبيعة علاقة هذه الهيئات الدولية مع باقي دول العالم. ليس بالضرورة، هي ليست موظفة، يعني هي ليست موظفة، هي تصل إلى هذه النتيجة، لكن يمكن للأمم المتحدة أن لا تأخذ بعين الاعتبار هذا التقرير. أنا أتحدث عن الزاوية المعنوية لهذا التقرير، أن تثير ضجة إعلامية وضجة على مستوى عالمي تتحدث عن هذه الهيئات الدولية يجب أن لا تكون تحت يد الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن تعمل في مختلف القضايا بكافة الحياد. أيضا يعني تطبيق وتنفيذ المواثيق الدولية المختلفة بفعالية. ورئيس ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استخدم بشكل فعال البند رقم 51 من الأمم المتحدة في حالة الرد عندما ضربت إيران قاعدة عين الأسد، وكان العنوان الرئيسي هو دفاع إيران عن نفسها. برأيي أن العنوان الأهم في الضجة التي أثارها تقرير كالمار هو إعادة الاعتبار للهيئات الدولية، أن لا تبقى منحازة أو مهيمن عليها من أي طرف من القوى الخارجية من الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد، وأن يعاد الاعتبار إلى ميثاق دولي جديد ينظر إلى هذه الهيئات الدولية بعين جديدة مختلفة عن السنوات السابقة. هذا من يخشى بشكل سريع؟ يخشى المستهدف؟ بالتأكيد تخشى الولايات المتحدة الأمريكية، تخشى إعادة الاعتبار لهذه الهيئات الدولية
إيران بدبلوماسيتها الرشيقة والذكية تحاول تفعيل الاستخدام لهذه الهيئات الدولية، والهدف الرئيسي حتى لو هذه الهيئات الدولية لم تتغير ولم يتغير العمل داخلها، ولكن الانطباع الإعلامي الشعبي العالمي أيضا مهم. سأعود إليك طبعا للحديث كيف يمكن لإيران أن تبني على هذا التقرير. بهية حلاوي مديرة الميادين أونلاين، بهية، اليوم جمهور وبيئة المقاومة وكل من يعنيه طبعا قرار كالامار، كيف تفاعل سواء بالإعلام أم بالسوشيال ميديا، خاصة أنه هذا الجمهور يعاني ما يعانيه اليوم من تجويع، من حصار، من يعني ظروف استثنائية على كل الصعد، أمنية اجتماعية سياسية وغيرها؟ نعم، هذا تأكيد جديد يعني على وجهة نظر هذه البيئة التي اعتبرت منذ اللحظة الأولى أنه مزاعم أمريكا حول أن الجنرال قاسم سليماني أو الفريق قاسم سليماني كان يشكل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية أو الوجود الأمريكي كان أمرا مرفوضا. العودة الأساسية إلى طبيعة هذا التقرير، التقرير صادر عن لجنة أممية تابعة للأمم المتحدة وتضم أعضاء من دول عديدة، وبالتالي يعني ما تم التداول به هو نسخة مخففة أو مسودة يعني جرى التعديل عليها لكي تتماشى مع ما قد يوافق عليه مراعاة لسياسات دولهم الخارجية. وعليه أن اعتبار الموضوع غير قانوني وغير مشروع هو تأكيد إضافي على أنه هذه الوجهة النظر أو المزاعم الأمريكية لم تكن حقيقية يوما، وهذا يعني خصوصا في إطار يعني تسييس قرارات هذه اللجان والضغوط السياسية التي تتعرض إليها، ما يجعلها غير منصفة بحق المقاومة وقضايا المقاومة، خصوصا يعني إذا ما تناولنا الموضوع الفلسطيني أو القضية الفلسطينية، مثلا موضوع الاستيطان، وجميعنا يعني نستذكر كيف وقفت يعني المبعوثة أو سفيرة أمريكا إلى الأمم المتحدة نيكي هيلي عام 2017 وقالت أنها يعني لا ترتدي يعني هي ترتدي الكعب العالي أو الحذاء العالي ليس تجسيدا للموضة، وإنما لكي تركل أي قرار أو مشروع قد يعرقل أو يؤذي مصالح أمريكا. وبالتالي يعني نحن أمام لجان قد يسعى البعض داخليا فيها لتقديم الصورة الحقيقية ومناصرة القضايا الحقيقية بصورتها العادلة، ولكن سرعان ما يتعرض لضغوط دولية أبرزها من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي كان تفاعل كبير بموضوع طبيعي يعني تلقفت جماهير المقاومة هذا الخبر وتم التداول فيه على وسائل الإعلام وأيضا ضمن المجموعات المغلقة على التطبيقات الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأعادوا يعني نشر واستذكروا يعني ما كان قد ورد في الأخبار في الأشهر الماضية. موسى عصي، هجوم كالامار بالتقرير أيضا يعني هي فقط لم توجه أصابع الاتهام، إنما أيضا تعرضت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن وأدانت صمته كرها أو طوعا، هل هذا يعني مسبقا نعي لاستكمال مهمتها، أنه أنا وضعت مهمتي وذكرت كل الحقائق لكن أمام صمت المجتمع الدولي هذا التقرير لن يصل إلى خواتيمه السعيدة؟ وماذا يعني أيضا الهجوم بكل الحالات؟ يعني مهمة كالامار، نعم، مهمة كالامار هي أن تنهي هذا التقرير وتقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان، وهنا العمل الذي من خلاله يمكن أن نتلمس ما إذا كان هناك جدية لدى المنظمات الأممية بالتعاطي مع هذا العمل أم لا. لنعد قليلا إلى الوراء لتجربة قضية خاشقجي. أنياس كالامار قدمت تقريرا وتوصلت إلى استنتاجات واضحة ومدموغة ببراهين ودلائل. هذا القرار أو هذه النتائج كان يجب أن يتبناها مجلس حقوق الإنسان الذي أوكل أنياس كالامار بالتحقيق في هذه الجرائم بشكل عام، ولكن على الأقل كان يجب أن يكون هناك مجموعة من الدول أن تتبنى هذا القرار ونتائجه، وبعد ذلك أن يذهب إلى مجلس الأمن الدولي وربما في نهاية المطاف إلى المحاكم الدولية، ولكن هذا الأمر لم يحصل نتيجة لموازين القوى، نتيجة لقوة السعودية داخل مجلس حقوق الإنسان هي وحلفاء السعودية وأيضا في مجلس الأمن الدولي.
الدولي. المسألة هنا معقدة أكثر بكثير، يعني إذا كنا نتحدث عن السعودية يمكن أن يكون هناك بعض الدول التي تريد أن ربما أن تستفز السعودية أو أن تستنزف السعودية كما فعل بعض حلفاء السعودية وفي المقدمة دونالد ترامب لسحب المزيد من الأموال. ولكن هنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، من هي الدولة أو مجموعة الدول التي ستتبنى نتائج تقرير كالامار والذهاب به إلى مجلس الأمن الدولي وربما لاحقا إلى المحاكم الدولية؟ هذا الأمر شبه مستحيل بظل موازين القوى الموجودة في المنظمات الأممية حاليا. محمد فرج، الادعاء العام في طهران طلب ملاحقة 36 شخص، وتم التعرف يعني أو التعريف بفقط دونالد ترامب، الرئيس دونالد ترامب، بتهمة التورط المباشر أو الغير مباشر باغتيال الفريق السليماني، وطلب من انتربول من الانتربول المساعدة، والأخير لم يرد على الطلب الإيراني. اليوم مع هكذا تقرير ممكن أن تتحرك أكثر طهران، كيف يمكن أن تبني عليه؟ ممكن إلزام الانتربول انطلاقا أيضا من هذا التقرير للمساعدة؟ يعني الانتربول حسب البند 3 من دستورها ردت على الرسالة الإيرانية وقالت أن هذه المسألة ليست من شأن الانتربول وهي غير معنية بالتدخل لا بشؤون السياسية ولا العسكرية ولا الدينية ولا العرقية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل كانت طهران تراهن على أن الانتربول تأخذ إجراء ما؟ أنا برأيي لا. طهران تعرف تماما بأن الانتربول لن يجري أي إجراء أو لن يتخذ أي إجراء حاسما بخصوص هذه المسألة. فبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا تريد إيران كانت من هذه الخطوة؟ أنا برأيي أن إيران تريد أن ترسل رسالة إلى العالم، وهذه الرسالة هي أننا اليوم يجب أن نكون في موقف ندي مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية ليست حكم القيمة الأخلاقية في العالم. عندما تجرم الولايات المتحدة الأمريكية قادة ورؤساء لدول من هوغو تشافيز ومادورو في فنزويلا إلى جيم رولدوس وعمر توريخوس في بنما والإكوادور إلى الرئيس بشار الأسد في سوريا، الآن تأتي طهران وتقول أننا نحن أيضا ننظر إلى أنفسنا كحكم للقيمة الأخلاقية في هذه العالم، ونرى أن دونالد ترامب رئيس يمكن وصفه بالمجرم، ونقدم هذه الرسالة إلى الانتربول. نعم. وهذا التقرير كيف سيساعد طهران بهدفه وبخطوته؟ القيمة المعنوية لهذه الرسالة هي الأهم علا، بمعنى أنكم إذا الولايات المتحدة الأمريكية جرمت رؤساء دول العالم، نحن نستطيع أن نجرب رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية. عندما تطلب الولايات المتحدة الأمريكية أن تجري كشفا على النشاطات النووية لإيران أو لغيرها من الدول، فمن حق إيران أو من غيرها أيضا أن تجري كشفا على النشاطات النووية في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. الرسالة الرئيسية للدبلوماسية الإيرانية واضحة، الندية في التعامل والالتزام بالمواثيق الدولية على قاعدة هذه الندية. هذه هي الرسالة المعنوية المهمة التي تريد إيران إرسالها إلى العالم من خلال طلبها من خلال الانتربول. وهذا أيضا ينطبق على إمكانية استخدام التقرير الذي قامت به كالامار في حالتنا هذه. بهي التقرير خلص إلى أنه لم يكن يمثل الشهيد الفريق سليماني أي خطر على الأمن والمصالح الأمريكية، وبالتالي ما قامت به أمريكا هو انتهاك للقانون الدولي. انطلاقا مما خلص إليه التقرير، حين ذهب الفريق الشهيد قاسم سليماني إلى العراق كان في رسالة يحملها إذا أمكن أن نعيد ونضيء عليها، ما يؤكد أيضا هذه الخلاصة التي توصلت إليها كالامار. نعم علا، التقرير ما زال يعني موجود لدينا في الميادين نت ويمكن للجميع العودة إليه. هو كان تصريح للرئيس عادل عبد المهدي يؤكد فيه أن الفريق قاسم سليماني كان عائدا للعراق برسالة أو برد حول مشورة أو طلب مشورة تقدمت إلى الفريق قاسم سليماني حول موضوع يعني متعلق بالسعودية من قبل الحكومة العراقية، وبالتالي هذه نقطة الانطلاق. هو كان إضافة إلى دوره العسكري المحوري القيادي يعني في موضوع المقاومة، هو كان يلعب دورا أساسيا في يعني التعاطي السياسي، دورا استشاريا عاليا خصوصا في مرحلة ما بعد داعش أو منذ مرحلة داعش. وبالتالي يعني حتى يعني إذا ما نظرنا داخليا، اليوم يعني وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يقول أنه في العقد الأخير كان يلتقي مع الفريق قاسم سليماني بصورة أسبوعية. المعروف اليوم أنه محمد جواد ظريف هو الدبلوماسي الأول، هو يعني هو من رفع من شأن ومن صورة إيران بما يتعلق بالمحادثات وإلى ما هنالك، وبالتالي لعب دورا تنفيذيا عاليا بالنسبة للسياسة الخارجية. أما بالنسبة للفريق قاسم سليماني فيمكن أيضا أن نقول
تقول أنه وزير الاستراتيجية الخارجية هو الذي هندس كل هذه الاستراتيجية للمحور، إن كان في لبنان، في فلسطين، في العراق وإلى ما هنالك. وهذا تأكيد إضافي على دور أو يعني الشخصية الغير عادية لفريق قاسم سليماني فيما يتعلق بالمفاوضات والنقاش. إذا ما نظرنا إلى يعني إقناعه ونقاشه لبوتين وإقناعه بالدخول إلى معركة سوريا والدفاع عن الأراضي السورية. موسى، عند أي متغيرات اليوم نشهد الكثير من المتغيرات في العالم، محاور تسقط، محاور تولد، عند أي نقاط تحديدا وأسباب سيكمل هذا التقرير مساره وتستلم حتى الأمم المتحدة وتمضي به كما أرادت كالامار؟ يمكن الاستفادة من هذا التقرير أو أن يكون هذا التقرير أو هذا يعني نتائج هذا التقرير مفيدة في ثلاثة أمثلة فقط لا غير. المثال الأول أو المسألة الأولى هي أن يتبناه مجلس حقوق الإنسان. سنرى ذلك خلال المناقشات التي ستجري نهاية هذا الأسبوع في المجلس، كيف سيتعاطى أعضاء هذا المجلس مع هذا القرار، وسنرى في حال أراد توجيه هذا التقرير إلى مجلس الأمن الدولي. هناك سيكون طبعا الفيتو الأمريكي بالانتظار على هذا التقرير. على الأقل في هذه الجهة سيبقى في أرشيف الأمم المتحدة، يمكن أن يستفاد منه لاحقا في حال تغيرت موازين القوى. المسألة الثانية هو أن تستند إليه إيران أو أي جهة ثانية تريد رفع دعوة على الولايات المتحدة الأمريكية في هذه القضية، يمكن أن تستند إلى هذا التقرير وتعزز مستنداتها. المسألة الثالثة هي طبعا الضغط المستمر على الولايات المتحدة، التشهير بالولايات المتحدة الأمريكية في الإعلام وفي السياسة وفي المنظمات الأممية، وهذا ما يسمى الإفادة أو الاستفادة المعنوية لإيران من هذا التقرير. محمد فرج، إلى أي مدى هذا التقرير هو فقط لتخفيف وسحب فتيل التوتر؟ أنه أعطيناك يا إيران هذا التقرير، أعطيناك حققي معنويا، شرط ربما التخفيف أو سحب فتيل التوتر من باقي الملفات. اليوم في كلام يقال من داخل إسرائيل نفسها أنه مثلا إسرائيل مسؤولة عن ضربة نتانز. يعني لا يسحب فتيل التوتر بتقرير، من الصعب جدا أن يسحب فتيل التوتر داخل إيران بعد استشهاد الرجل الثاني في الدولة من خلال تقرير. إيران لا تنظر إلى المسألة بهذه الطريقة، هذا بتقديري. أنا أعتقد إيران تنظر إلى المسألة من زاويتين اثنتين هما الشكل الرئيسي للمسألة. الزاوية الأولى التي تحدث عنها الأخ موسى وهي الجانب الإعلامي على المستوى العالمي، والجانب الثاني بأن جميع الهيئات الدولية علا تصبح معافاة بشكل أكبر عندما تختلف موازين القوى. برأيي أن موازين القوى على الأرض في السياسة وفي الجيش سوف تبدل شكل الهيئات الدولية بشكل أو بآخر. بهي، أنهي معك دائما السؤال، لماذا شهيد الفريق قاسم سليماني ما زال حاضر في كل شيء، في الإعلام، في كل الصعد، في السياسة، في الاستراتيجية، في الميدان، في العسكر، لماذا ما زال حاضر؟ نعم علا، بصورة عامة لأن الصراع ما زال محوريا وما زال كبيرا، إن كان في المشرق، في الخليج، اليمن، العراق، في كل مكان. والدور البارز الذي لعبه الفريق قاسم سليماني في يعني رفع موازين القوى ويعني إعادة هذه القوة لمحور المقاومة. أنما على المستوى الشخصي، لأنه الفارق كبير جدا بين المواجهة المباشرة وبين الغدر. الفريق قاسم سليماني عام 2011 وعند انسحاب يعني القوات الأمريكية من العراق، رفضت بداية الأمر واشنطن أن تنسحب إلا أن تنال ضمانات مباشرة من الفريق قاسم سليماني بتأمين يعني مسار العودة. وفعلا هو أمن هذا المسار وعادوا إلى وانسحبوا إلى الكويت. وبالتالي نحن أمام قائد كبير قادر، يعني عنده من القوة ما يمكنه أن يغدر كما يفعل الأمريكي، وإنما يرفض هذه الممارسات ويذهب إلى المواجهة المباشرة، إلى المعركة المباشرة، ويواجه بشجاعة وببسالة. وهذا ما يجعل يعني يجعل قلوب المناضلين في كل أنحاء العالم متعلقة بهذه الشخصية وتستذكرها وتستحضرها على يعني مع مرور الوقت. بهية حلاوي، محمد فرج، موسى عاصي، كل الشكر لكم، ويبقى دائما الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.